بس خلينا نقول ان دايما في منطقة البحث العلمي بالتحديد بنسمع جملة كده ان وجود الرغبة السياسية او الارادة السياسية للدولة بتفعيل ملف البحث العلمي. طبعا ما فيش شك ان هذا الوقت في باكينج او في دعم جامد جدا من الرئيس ومن في رغبة سياسية واضحة جدا. ابسط ما فيها حضور المؤتمرات اللي خاصة بالبحث العلمي. صحيح. إنه مفيش متواجد أي بنفسه. بالظبط. صحيح. بالظبط. ويمكن على آخر مؤتمر، يعني في مؤتمرات كتير حضرها فخامة الرئيس السيسي، بس آخر مؤتمر بالذات إدى كومنتس مفيدة جدا، وإدى أوفر أو إدى يعني ميزة، إنه قال أنا اللي سيبوا المباني علينا وانتوا خليكوا في البحث والاجهزه. أيوة. طبعا المباني دي كانت بتاخد حاجات يعني مبالغ كبيره جدا. صحيح. وهذه المباني خاصه بحاجتين مهمين جدا، اللي هي معهد الالكترونيات، واحنا عندنا ابحاث الالكترونيات ممتازه في مصر، ووكاله الفضاء الجديده اللي هي بتعيد الرياده لمصر على مستوى افريقيا. فكون ان الدوله هي اللي هتتكفل ببناء هذه المشاريع البنية التحتية اللي بتاخد فلوس جامدة جدا، دي حاجة عظيمة. صحيح. جدا. لان احنا بنتكلم في اسمنت وحديد بقى وبنا، وطبعا ليها متطلبات ومواصفات خاصة كمان البحث العلمي.